مبروك لكل واحد جاب النتيجه اللي هو عايزها في ثانويه عامه. الناس بقى اللي ما جابتش النتيجه الحلوه دي او ما جابتش النتيجه اللي هي كانت عايزاها، تعالوا لي عشان في كلمتين عايز اقولها لكم. يلا بينا. تشوفني بتتفرج على الفيديو ده فغالبا انت داخل الجامعه، فطبعا احنا عايزين طبعا نغير لبسنا ونظبط نفسنا ونظبط العنايه الشخصيه ونظبط جسمنا ونظبط دنيتنا كده. فغالبا كل اللي انا قلته ده انا بتكلم فيه في القناه دي، فلازم تعمل سبسكرايب على طول دلوقتي تحت، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان حرفيا هتنفعك جدا 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 على دخول الجامعه عشان تظبط نفسك وحياتك كده وتبقى برنس الجامعه. يلا بقى بينا ندخل على موضوع الفيديو على طول. طبعا قبل اي حاجه الف 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 مبروك للناس اللي جابت النتيجه اللي هي عايزاها او اللي هي كانت بتحلم بيها وتدخل الجامعه اللي هي عايزاها، اذا كان بقى هندسه طب اي حاجه انت كنت عايزها وجبت النتيجه بتاعتها فمبروك جدا جدا. الناس بقى اللي ما جابتش النتيجه دي او مش هتدخل الكليه اللي هي كانت عايزاها تعمل ايه، او ايه الكلام جدا اللي احنا نقوله النهارده عشان كلام مهم جدا جدا. وانت لو انت جبت النتيجه اللي انت عايزها او جبت النتيجه العاليه دي برضو الفيديو ده ممكن ينفعك، فكلكم اتفرجوا على الفيديو ده هينفعكم جدا جدا. مبدئيا كده لازم تعرف ان المستقبل مش في الشهاده الجامعيه او الدراسيه اصلا اللي هي اصلا مش معترف بيها في العالم، فانت حرفيا بتتخانق وزعلان على شهاده اصلا مش معترف بيها في العالم. يعني لو انت باشا رحت مثلا شركه انترناشونال مثلا زي جوجل ابل، رحت مثلا اي دوله اصلا المانيا انجلترا فرنسا اي حاجه وحاولت تشتغل بالشهاده دي هيقول لك ستوب، ادخل الجامعه بتاعتنا ادرس تاني كل اللي انت درسته ده بس طبعا عندنا احنا، وبعد كده يا باشا نشغلك الشغلانه دي. يعني اصلا الشهاده اللي انت بتتخانق عليها دي ومامتك وباباك حاطينك في ضغط والمدرسين والسناتر كل ده سنه حلقه حاطينك في ضغط، هي اصلا ملهاش اي لازمه في العالم كله وبره اصلا الترتيب العالمي اصلا بتاع التعليم، فانت حرفيا بتتخانق على حاجه ملهاش اي ثلاثه لازمه مبدئيا كده. انت تعرف اصلا شركه جوجل او مايكروسوفت او ابل الشركات الكبيره دي طبعا شركات عملاقه جدا، انا مش لازم اقول لك هي قد ايه مهمه في الكون كله اصلا. انت تعرف ان هم ما بياخدوش ناس بشهادات، بياخدوا الناس اللي هم خبره في المجال. يعني انت مثلا لو اتنين مثلا تقدموا لها واحد معاه شهاده مثلا ان هو يعرف يشتغل جوه، واحد تاني نزل واتدرب واشتغل وتعود وعنده خبره من غير اصلا ما يكون اصلا عنده شهاده تدخله المجال ده، هيختاروا اللي اشتغل وعنده خبره عن الناس اصلا اللي اتعلمت ومعاها شهاده. يعني هم دلوقتي غيروا السيستم خالص عندهم وبقى ياخدوا الناس اللي مجربه واللي نزلت اشتغلت واللي عندها معلومات وخبره غير الناس اصلا اللي انت دارس الحاجه دي، لا هم بياخدوا دلوقتي الناس اللي نزلت اشتغلت كده، لكن الناس اللي عندها تعليم او واخده شهاده في المجال ده ما بيختارهمش اصلا. يعني اكبر ثلاث شركات اصلا هم جوجل ومايكروسوفت وابل مش معترفين اصلا باي شهاده، بيعترفوا بالخبره العمليه فقط. طيب انا احكي لك قصتي. انا كنت في ثانويه عامه كنت بذاكر جامد جدا جدا وكان عندي هوس بالميديا ان انا نفسي ادخل كليه اعلام او ادخل اداب اعلام او اي حاجه مريحه اعلام. حرفيا انا عملت كل حاجه في ثانويه عامه عشان ادخل كليه اعلام، وفي الاخر لقيت نفسي انا جايب درجه وحشه وشايل انجليزي كمان. لو الانجليزي اصلا انا اصلا كنت بحبه جدا جدا وحرفيا اللي هو انا كنت بكلم كل الناس انا مقفل انجليزي اصلا، فانا لقيت نفسي في الاخر لا شايل انجليزي وجايب درجه اصلا ما تدخلنيش اصلا اعلام خالص. طبعا زعلت جدا ان انا ما جبتش الدرجه اللي انا كنت عايزها، وحرفيا دخلت مثلا في مود اكتئاب كده شهرين ثلاثه حتى بعد كده ما دخلنا الجامعه انا مكتئب اصلا. طب دخلت ايه؟ دخلت كليه تجاره جامعه حلوان. اللي حصل بعديها لا لقيت نفسي اصلا ان انا في تجاره الموضوع سهل، انت بتذاكر المواد قبل الامتحان اصلا بتدخل تجيب امتياز كمان. لقيت ان ده اصلا فتح لي مجال ان انا اتعلم مونتاج واتعلم ادوبي بريمير واتعلم فوتوشوب واتعلم اصلا الحاجات اللي انا دلوقتي بقدمها لكم كالفيديوز وكالقنوات والكلام ده، ولقيت نفسي كمان انا كمان اقدر كمان افتح كمان قناه ثانيه للجيمنج عشان عندي وقت كبير. لكن لو انا كنت دخلت اعلام او اداب اعلام او اي حاجه من اللي انا كنت عايزها مش هيبقى عندي الفرصه اللي انا اتعلم الحاجات دي لوحدي، وكمان ما خدتش كمان كورسات اصلا انا اتعلمتها كمان على اليوتيوب. ففكره اصلا انت لما بتدخل كليه اقل شويه ده بيفتح لك فرص انك تلاقي نفسك اصلا، انك تلاقي يبقى انت عندك وقت يخليك تدرس او تتعلم الحاجه اللي انت اصلا بتحبها. لكن لو انت مثلا دخلت طب او هندسه هتلاقي نفسك انت ما عندكش وقت وحرفيا مسحول في الكليه بتاعتك، مسحول في الميد تيرم، مسحول في البابل شيت، مسحول في الحاجات دي كلها، فما تزعلش من الدرجه اللي انت جبتها دي، ممكن يكون ده اصلا هيفتح لك باب تاني في حاجه انت كنت بتحبها او تدرسها او تاخد كورس فيها. اكيد ربنا ليه حكمه بجد، وانا فهمت الحكمه دي بعد ما دخلت اصلا تجاره وبعد ما اتعلمت بريمير وادوبي بريمير ومونتاج والكلام ده، لقيت ان ايوه ربنا فعلا دخلني تجاره لسبب ان انا اتعلم في الحاجات دي واكمل في المجال اللي انا بحبه اللي هو اليوتيوب. خلي في اعتبارك ان فرصتك انت في الوقت انك تتعلم حاجات تانية او حاجات انت بتحبها فرصتك انت اعلى من الناس اللي دخلت الكليه اللي هي عايزاها اذا كان طب او هندسه، هي كده خلاص اتحكمت بالطب او الهندسه او اللي هي الحاجات اللي هم دخلوها دي او كليات القمه، لكن انت فرصتك اعلى انك تتعلم حاجه انت بتحبها. وفي واحد شغال في جوجل هو مصري وليه جمله شهيره جدا جدا بيقول لك ان مفيش اصلا حد شغال بالشهاده بتاعته غير بس بتوع طب وهندسه عشان دول لازم يدرسوا كده عشان يشتغل، لكن تجاره والحاجات التانيه دي محدش اصلا
اصلا شغال بالشهاده بتاعته. فانت خليك تبراند الشهاده بتاعتك، يعني خليك انت تبقى براند لنفسك وتعمل شهادتك بنفسك. لما انت تيجي تروح تتقدم لشركه ابل او مايكروسوفت او غبور او اي شركه من الشركات الكبار دول وتقدم نفسك، انت بتقدم نفسك بالشهاده بتاعتك، انا كنت شغال في كذا ومعايا خبره في كذا وخدت شهاده من المكان كذا. لكن فكره التعليم ده يعني هو بصراحه اصلا التعليم ملوش دلوقتي حرفيا لازمه، عشان انت اصلا بره التعليم او بره تصنيف التعليم اصلا. ففكره ان انت خلي لنفسك براند، انت تبراند لنفسك للشهاده بتاعتك بس. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم، وطبعا ربنا يوفقكم كلكم، وطبعا هبقى معاكم اول باول في موضوع الجامعات وتدخل وتعمل ايه في اول يوم جامعه وازاي تظبط ناس من جوه وازاي تبقى تعمل علاقات، وانا هبقى معاكم واحده واحده. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوسا كوتش، سلام عليكم.